تباينت نتائج سفراء مصر من المدربين خلال عام 2014، فمنهم من نجح في قيادة فريقه لمنصات التتويج كما فعلها طلعت يوسف في ليبيا، ومنهم من حقق نتائج جيدة ولفت الأنظار بنتائجه الجيدة كعمر أنور في السعودية وحمزة الجمل في السودان. البداية ستكون من ليبيا، حيث نجح المدرب القدير طلعت يوسف في قيادة فريق أهلي طرابلس للتتويج بالدوري للمرة 11 في تاريخه، منهيا سيطرة دامت 7 مواسم متتالية لجاره وغريمه الاتحاد بعد أن تفوق عليه ب3 نقاط في دورة تحديد البطل. وفي أرض شيخ المجاهدين عمر المختار أيضا حقق طارق العشري نتائج رائعة مع فريق أهلي بنغازي وقاده للتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن تجاوز فولاء التشادي وبيركوم تشيلسي الغاني في الدورين التمهيدي والأول، ثم تفوق على الأهلي المصري حامل اللقب ذهابا وإيابا في ثمن النهائي. نبقى في دول شمال إفريقيا لنتابع مسيرة المدرب الكبير حسن شحاتة مع الدفاع الحسني الجديد المغربي التي لم تستكمل بسبب خلافات مع الإدارة، ليخلفه المدرب الواعد طارق مصطفى الذي حقق نتائج رائعة أهمها التعادل بهدف لمثله مع الوداد البيضاوي المتصدر على أرضه وبين أنصاره، ومن قبله حقق فوزا كبيرا على المغرب الفاسي برباعية دون رد. أما في السودان فقد أثبت حمزة الجمل وجوده في تجربته مع الخرطوم الوطني وأنهى معه مسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 41 نقطة وتأهل لكأس الاتحاد الإفريقي، كما بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس، وهي نتائج مكنته من حصد جائزة أفضل مدرب لعام 2014 قبل عودته لقيادة فريق الرجاء في الدوري المصري. بدوره بدأ محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي مهمته الأولى خارج حدود الوطن مع فريق الشرطة العراقي بشكل جيد، عندما قاده لحصد 10 نقاط في أول 4 لقاءات خاضها الفريق في المجموعة الثانية بالدوري العراقي في انتظار تمكنه من قيادة الفريق للحفاظ على لقب الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي. من بلاد الرافدين لمنطقة الخليج، حيث وصل أيمن الرمادي نجاحاته في دولة الإمارات وقاد فريق اتحاد كلباء للتأهل لدوري المحترفين بعد أن أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز الأول برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفجيرة الثاني. وغير بعيد عن دولة الإمارات، نجح شريف الخشاب في مهمته على رأس الجهاز الفني لفريق الخابورة العماني الصاعد وحقق معه نتائج غير متوقعة مكنته من المنافسة على القمة بعد أن حصل على 20 نقطة في دوري المحترفين، حل بها ثانيا بفارق 3 نقاط خلف العروبة المتصدر بعد مرور 11 جولة من المسابقة. نبقى مع سفراء مصر في ملاعب الخليج العربي، ونختتم مع عمرو أنور الذي لم يخيب ظن إدارة وجماهير الاتحاد السعودي بعد توليه مهمة قيادة الفريق خلفا لخالد القروني، ونجح معه العميد في حصد 15 نقطة في دوري المحترفين من 5 انتصارات متتالية على الشعلة والعروبة ونجران والرائد والخليج، قبل أن يخسر أمام النصر حامل اللقب خارج الأرض بهدف لهدفين في الجولة 8، ويترك المهمة للمدرب الروماني فيكتور بيتوركا الذي لم يحصل معه الفريق إلا على 2 نقطة في 5 مباريات.